السلام عليكم جميعا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشين يكون لكم والله. موضوع مهم، موضوع يخص فيروس كورونا وازاي تنظفوا بيوتكم وازاي تعقموها وازاي تحافظوا على اولادكم سواء كانوا اطفال او كبار او اي حد مننا. احنا الجيش جه ورشلنا الكلية وعرفنا المادة اللي رش بيها. المادة بكل بساطة كلنا نعملها في بيتنا، رجاء خاص للي هقوله ده. هنجيب كلور عادي خالص اللي هو بيتباع في بتوع المنظفات، سواء كان كلوركس او الكلور السايب ايا كان، هيتخفف 10 مرات. يعني لو خدنا كوباية منه نحط عليها 10 كوبايات مية، الكوباية الواحدة من الكلور حطي عليها 10 كوبايات مية، والمية دي قبل ما تحطيها عيريها الاول في طبق بلاستيك. اي حد فيكم يعرف طبق بلاستيك الاول، ويدوب فيها كيس ملح ويحط عليها بعد كده كوباية الكلور، تمام؟ وقلبوهم. هو ده الشيء الوحيد اللي بيقتل فيروس كورونا، طبعا لاخر دراسة تمت في المانيا. بناخد المحلول اللي انتوا عملتوه ده، احتفظي بقى في جاركن، في حلة، في علبة، زي ما انتوا عايزين. تبلي منه باستمرار فوطة، الفوطة اللي هتبليها دي تمسكيها بعد ما تعصريها، تنظفي المفاتيح وتنظفوا الموبايلات وتنظفوا اقر بيبان، تمسحوا بيها الحاجة كل شوية. كل ما الفوطة تتبهدل اغسليها بصابون ورجعي تاني خدي من المحلول ده وبلي، نمسح حرف ترابيزاتنا، نمسح بيباننا، نمسح ايادي ولادنا، نمسح موبايلاتنا، مفاتيح بيوتنا من وقت للتاني. خلص المحلول اعمله تاني غيره، ومش مكلف خالص، ولا تشتروا ديتول ولا تدوروا على كحول. الديتول فيه نسبة صغيرة جدا من الكحول، والكحول بقى غالي جدا بره او تقريبا انسحب من السوق. اللي موجود وبكترة هو الكلور، والكلور هو الشيء الوحيد اللي بيخترق جدار الفيروس وبيموته. قدر الامكان كرروا العملية دي كذا مرة طول اليوم. الفوطة المبلولة اللي هي مبلولة بالمحلول ده في ايديكو، على ايد ولادكو، على حاجة بيلعبوا بيها، على كراسات بيمسكوها، على اقلام. الكلور ده كلنا بنحطه في مية الشرب، والملح كلنا بنحطه في اكلنا، فده ما فيش فيه اي ضرر ليكو. وخلوها دايما في بيوتكو. رجاء خاص اللي فيكو سامع وغيره ما سمعش يبلغه، اللي حد فيكو عرف يبلغ مامته، يعني مروة وتقول البوسينة، ولاء قولي عندكو في البيت، هاني قول في بيته، داليا تقول في بيتها. يعني كلنا لازم نوصل لبعضينا ازاي نحافظ على بعضنا من فيروس كورونا لحد ما نعدي الموضوع ده بسلام ان شاء الله. بتمنى لكم كلكم يا رب الصحة والعافية، اللهم آمين. واللي عنده أي استفسار كلموني. يلا ربنا يسعدكم يا رب. السلام عليكم.